بعد فأنا الكلام ده فوجئت بالتليفون من أظن كان مسائل الجمعة يمكن مساء الجمعة، مش تليفوني، مش على تليفوني، لقيت يعني حد من الناس اللي معايا لا في مكتبي والمكتب بيحاول يتصل بي انا ما بتواصلش معاهم، فاتصلوا اظن بابني، فلقيته بيتكلم على تليفون زوجتي وقال لها يعني الدكتور المهندس محلب بيحاول يكلم، فيا ريت بابا يفتح التليفون. يعني وجدت فتحت التليفون لقيت يعني كذا تليفون من مجلس الوزراء، فمجرد ان انا فتحت لقيت بيقولوا لي المهندس محلب يعني بدا يتحدث حديثا رقيقا وان احنا محتاجين ان انت تبقى موجود معانا في الفتره دي، وانا يعني قلت له اشكرك وانا يشرفني ان انا اشتغل معاك، وانا يتزامن فترة حكومة الدكتور حازم، وأنت رجل جاد ورجل وطني ورجل مخلص، لكن أنا مش من حيث المبدأ أنا مش حابب إن أنا أشتغل. فلقيته حد من أصدقائنا الوزراء كان موجود جنبه قال لي هيكلمك، فبكلمني هذا الصديق يعني من الوزراء، فأصريت وطبعا أتواصل معاك، قلت له إن شاء الله. وبقى الكلام ده كان يوم الخميس بالليل، يوم الخميس، لأن قال طبعا أتواصل معاك بكرة قبل صلاة، قبل صلاة الجمعة. فأنا قفلت التليفون و نمت، فلقيت برضو تليفونات جاية يعني وسائل مختلفة ان الدكتور الجنزوري بيحاول يكلمك يعني. فالدكتور الجنزوري انا اتكلمت، انا اشتغلت معاه شهرين، لكن كانوا شهرين انا استفدت منهم جدا، شهرين انا شعرت بان هذا الرجل يعني يقدرني، شهرين شعرت انه يعني قال لي انا كنت سعيد لو انه كان في فرصه اطول ان احنا نتعامل مع بعض، وانا كنت من الناس اللي بتكلم مش في الثقافه بس، كنت بتكلم في كل الموضوعات سواء كان في التنميه بشكل عام، في التعليم الجامعي، في التعليم العام، في موضوعات في الزراعه، موضوعات في الري، موضوعات يعني انا بحكم ان انا فلاح وبحكم ان انا عندي خبره عمليه وبحكم ان انا استاذ في الجامعه وبحكم ان انا كنت من احد القيادات الطلابيه وبحكم كل هذه الاشياء فانا عندي رؤيه بقولها في مجلس الوزراء، وهو كان مبسوط من الحكايه دي جدا. فقال لي ما ينفعش اللي انت قلت له، حاولت يعني، قال لي يعني قال لي كلام انا اشعر بالحرج يعني ان اقوله يعني، وشعرت ان هو يعني عاوزك تكمل، ان هو ما قدرتش يعني من كتر فقبلت يعني هذا ما حدث يعني.